مش ممكن. ازيك يا هندسه؟ معقوله انت شروق؟ ايوه شروق، شحمها ولحمها. على فكره يعني انا كلمتك كده يجي 20 مره. عارفه، بس المحمول بتاعي كان مع اختي، بس فرحت قوي لما لقيت المسداد بتاعتك. بس يعني ايه الجمال ده كله؟ انا اول مره اشوفك بالشياكه دي. النبي، صحيح عجبك؟ ايه اللي عجبني؟ ده عجبني قوي. بس على فكره يعني انت بتعجبيني في اي لبس. الله يكبر بخاطرك. امال فين امل؟ امل امل اختي. اه معلش، انا اديها لك. امل انا اديها لك حالا حالا. تيجي يلا يا دهية، شاهيلي شويه. ما انا قربت اخلص اهو يا ست هاني. بس تعرفي يا ست هاني اللي اسمها شروق دي صاحبه الست هاني الصغيره، اشيك واحده في الحفله. هنقعد نتسال كده مع بعض كتير؟ يلا طلعي الاكل على السفر، انا عايزه البوفيه يبقى ولا فايف ستار. حاضر. يلا. ما هذا في بيتنا ديك رومي؟ الله، امينه ونبي لو سمحتي اخد حته مع الضيوف. ضيوف ايه بس؟ يعني احنا ممكن نتعرف؟ محسوبك يا باشمهندس فؤاد الفرشوط. فرشوط دي عيله كبيره في البلد، احنا مفرشوطين في البلد بحال. محسوبك ده عنده عدد 5 غنمات، 9 بقرات عش، و2 رز بلبن. انا مطيع على فكره، ومن ايدك دي لايدك دي انا ممكن اعمل عشانك اي حاجه. يعني عشانك انت انكوي بالنار ولا احجدتي نارارارا. ضحكت يبقى عجبتها. لا طبعا، انا بضحك على اللعبه السخيفه اللي صاحبك ادهم بيعملها. ده بيبعتني انا بس، انا بقى ورا. طب يا انسه معلش. مش مصدقه نفسي، حاسه زي ما اكون بحلم. انت بتتكلمي بجد يا شو؟ امال هزار يا جدع؟ بص كده لنفسك في اي مرايه هتلاقي نفسك اشيك واحلى جدع في الحفله كلها. 10 كده بتوع السيما اللي بيقولوا عليهم جنبك كلهم مقشات كساح. مقشات كساح؟ يعني ايه؟ مش عارفه بقى، حاجه وحشه وخلاص. ابقى اجيب لك الكاموس. طب والله العظيم انا بموت في كلامك ده. كلك وحشاني يا شو. نصرة عينيك، وشك اللي كله دفى وحنان. تعرف يا شو، انا لما بكون قاعد معاكي بحس اني طاير في السماء، بحس اني حاضن الدنيا كلها. خلاص الكلام ده كله ليا، والنبي كلامك زي العسل. ده انت اللي عسل، ولعلمك بقى كل كلمه انا بقولها لك بتبقى طالعه من جوايا، بتبقى طالعه من قلبي. انا معاكي بحس باحاسيس ما بحسهاش مع اي حد تاني غيرك. وانا كمان. انت كمان؟ معرفش بقى. يوه، ما تكسفنيش. انا بقى بموت في كسوفك ده، بموت في كسوفك اللي بيخلق نوستك كده عامله زي ورده بريه. ورده بريه لا حد قادر يطولها ولا حتى يشوفها غير يعني. غير مين؟ يوه، ما تكسفنيش بقى. جرى ايه يا عسل؟ ده انت العسل. عاجبك يعمل اللي بيحصل تحت ده؟ اخوكي من ساعه ما شاف اللي اسمها شروق هو مش معانا خالص. هي شروق جت؟ صاحبتك جت اهي. يلا يا سيدي، بابا عايزك فوق. بابا عايزني؟ بابا بيعوزني في اوقات عجيبه. حاجه على طول يا شروق. ها شروق يا حبيبتي، ازاي؟ كل سنه وانت طيبه يا امل. وانت طيبه. انما ايه الحلاوه دي؟ عجبك صحيح؟ انا اشتريته مخصوص عشان احضر بيه عيد ميلاد. بس ده باين عليه غالي قوي. هو انت صحيح اشتريتي ولا مأجراه؟ نهى، ما يصحش كده. ما تاخديش في بالك يا امل. معلش يا حبيبتي ما تاخذنيش، ما لحقتش اجيب لك هديه تليق بمقامك. بس قلت يعني عقد الفل ده يزين صدرك. ده طازه وطالع من المشتل على ابوه، لا شارب ميه ولا مرشوش ريح. الله، دي احلى وارق هديه جات لي النهارده. ايه اللغة الغريبة دي؟ وبعدين صحيح انا مستغربة ليه؟ ما انتي بياعة فل.
أيوة حبيبتي أنا ببيع فول، بس لا هو عيب ولا حرام. جرى إيه يا نهى؟ شروق صاحبتي وفي بيتي، وما اسمحش لأي حد إنه يهمها. كده؟ طب أنا آسفة. أمل عايزاكي ثانية. طبعا إذنك يا شروق أشوف ماما عايزة إيه. اتفضلي. يا جماعة اسمعوني، أحب أقدم لكم الآنسة شروق. كانت زميلة أمل في ابتدائي، ومن كتر ما هي بتحب الفل وريحة الفل سابت المدرسة عشان تبيعه في الإشارات للحبيبة والعشاق. ودلوقتي بقى احنا عايزين نحتفل بيها، يلا نغني لها. صينيه بسرعه. حاضر. امينه الحقي يا امينه، صاحبه بنتك وقعت ومغمى عليها. يا لهوي والله العظيم كان قلبي حاسس ان هيحصل حاجه النهارده، دي عين مصابتنا. اكيد عين مصابتنا. يا نهار اسمح. يا نهار يا لهوي. رؤوف باشا انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه سعادتك؟ انا اكلت ولا شربت واتبهدلت، والبنت الشهده هي قدام سعادتك، ما تسالوها. انا يا باشا قدام اخوها خالص ما خلص. بطل رغي. البت دي قالت لك انها شافت عون ولا لا؟ قالت لي يا باشا. ما تقول يا بنت. انا بسالك انت، قالت لك امتى؟ تاني يوم الحادثه يا باشا. فاكر فين؟ في الخرابه وهي بتجيب الغل. عندك كلام تاني؟ ما عنديش سعادتك، عندي مصالح وعايز اروح. طيب روح، بس وشرفي لو عرفت انك بتحور لحبسك في جنايه. تمام سعاده الباشا. تمام روح باشا، ربنا يخليك يا باشا. قولي لي بقى يا شمه، مالك يا بت؟ مفيش يا باشا مفيش، يعني بس حضرتك شاور لي وانا اقر زي الخربة القربة المخرومة. شروق شروق ردي عليا. يا شروق مالك؟ فوق يا شروق. شروق يا حبيبتي مالك؟ فيكي ايه؟ شروق شروق خدي ازازة البرفان دي شممها لها يمكن تفوق. يا بنتي دي لو شمتها هتروح فيها، لانها مش واخدة على الغالي، دي اخرها كلونيا خمس خمساتهم العتب. ممكن تنقطينا بسكاتك شوية؟ شوفي يا امل خايفة عليها ازاي. قومي يا ادهم كلم الدكتور احمد صح؟ شروق يا شروق ردي عليا. فوق يا شروق فوقي. شروق شروق كويسه. انا اسفه قوي يا امل، فكرت عليكي فرحتك. ولا يهمك يا حبيبتي، المهم انك فوقتي الحمد لله. الحمد لله. لازم اروح. لا 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 تروحي ايه، استني كده لما تهدي وتحسي انك كويسه، وبعدين انا هبقى انزل بنفسي اروحك. لا لا خليك انت يا باشمهندس، كمل عيد الميلاد. كمان الفستان مرقع. انت ايه يا بنتي؟ انت كبله ما بتحسيش؟ عماله بخ سمك من الصبح وتربي طوب على الناس، مع انك انت كلك عبر. الكلام ده ليه انا يا ادهم؟ ايوه بقوله لك انت. وبصراحة كده أنا مش طايقك. أمل أنا اتهزقت عندك، وأخوكي هزقني، واللي حصل ده مش هيعدي أبدا. في 60,000 داهية. عيب يا أدهم يا ابني، ما صحش كده، دي برضه بيتنا. صاحب الصورة دي شفتيه إمتى وفين؟ شفته يا باشا، كان بيتمشى على الكورنيش يا باشا، وبعدين الحكاية دي كانت تقريبا يعني قبل ما يموت، يعني بيوم يومين حاجة زي كده. شفت مين معاه؟ جنداري ولا كابي؟ لا باشا كدبه خيبه يعني، وبعدين انا شمه اللي ما بتكدبش يعني، بيتهيألي كان لوحده. اه لا باشا انا افتكرت حاجه مهمه باشا. اتكلمي.
كان يا باشا كان مع واحدة يا باشا، كانت كده مزة جامدة جدا يا باشا. شكلها ايه؟ يا باشا حلوة يعني، كانت يعني لا صغيرة ولا كبيرة، كانت بين البنين يا باشا. وبعدين بنت شروق كانت بترزل عليهم قوي يا باشا، كانت عايزة تبيع لهم فل بالعافية. وبعدين هي رزل قوي كمان يا باشا، بتبيع فل مسموم يا باشا، مشموم مليان بودرة وحاجات. البت دي خطرة على الأمن يا باشا، لازم تقبضوا عليه، لازم تقبضوا. دماغ يا باشا، دماغ. ظاهر انها مزودة الجرعة، ما عندهاش نبض خالص. اطلب لها الأسعاف بسرعة. أنا آسف، آسف على كل اللي حصل. أنا مش عارف نهى دي طلعت منين، بس معلش ده عشان حظي اتذكر. أنا طول عمري كده، في عز فرحتي وسعادتي الحظ لازم يبعت لي الطير النقناء يحط على راسي. مين؟ طير ايه؟ النقناء ده طير في السنة، بيكره طير البخوت والحظوظ. ولما طير الحظ يحط على راس بنت غلبانة زيي، يسيبها خالص لحد ما تصدق، وبعدين ينزل ويخطف حظها ويبدله بالغم والنق. عشان كده بقى سموه الطير النقناء. يخرب بيت كده، يخرب بيت الكلام اللي انت بتقوليه، انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ تصدقي بقى، رغم ان انا بسافر وبلف وبسمع كتير وبشوف اكتر، الا اني ما بسمعش الكلام الحلو ده غير منك انت وبس. صدقيني يا شروق، انا بحس كتير قوي ان انت سحراني. بس الصوره علي بينا قوي يا ابن الناس، وديك شفت يعني النهارده نهى وصاحبتها اتريقوا عليا عشان ببيع فل في الاشارات. عندهم حق، بس دي اماره ان السور علي بينا قوي. السور ده نهده يا شروق. على فكره يعني انا مؤمن ان احنا كلنا ولاد تسعه. وبعدين انت ايه العيب فيكي؟ بالعكس، انت واحده بتتعب وبتشقى وبتجري ورا لقمه عيشها وتكسبها بعرق جبينها. فبقول لك حاجه تانية، وانا في اوروبا اشتغلت كالناس في مصنع. اي والله زي ما بقول لك كده، مش كده وبس، انا لما لقيت بقى بعد كده ان مهنه الورد بتكسب اكتر، قمت واخد بعضي كده وشاري بسكليته وانزل بيها على الريف، اروح اجيب ورد من هناك وانزل ابيعه في الشوارع. زي انت اشتغلت نفس شغلانتي، خرب مطنك. انت عارف انا كمان بسافر القناطر وشبين بالقطر، اروح اجيب الورد من هناك واجي ابيعه في الاشارات. بس كونا قرفني في عيشتي. يطلع ايه كونا ده؟ ايه الغابة ده؟ حد يجيب سيره كونا دلوقتي؟ لا ابدا، ده واحد كده جارنا يعني، ما تحطش في بالك. يلا اطلع انت بقى عشان ما يقلقوش عليك. لا لا لا، اطلع اروح فين؟ انا هاخدك اوصلك بعربيتي، ولا اسيبك يعني تبهدلي في المواصلات؟ ما تقلقش عليا، انا معايا الشبح. مين شبح ايه بس؟ مش مصدقني؟ طب استنى. اهو ده بقى الشبح، واللي راكبه جدي شتا. مش ممكن، انا بموت فيك. ازيك يا جدي؟ ازيك يا شروق؟ بقول لك ايه يا باشمهندس، على فكره يعني الفستان اللي انا لابساه ده مش مأجراه ولا حاجه زي ما قالت البت نهى. امال شاريه؟ يعني بالقسط ووصل امانه كده. ربنا يسعدك ويكرمك يا باشمهندس، على قد لحظات الفرح اللي عيشتها هنا واللي عمري ما عشتها قبل كده. يلا يا بنتي. بقول لك ايه يا باشمهندس، مفيش داعي يعني تسال عليا، يا ريت تشوف واحده يعني من توبك. انا مش عايزه اتشعلق في حبال الهوى الدايبه وانزل على جدور رقبتي حتت حتت. في رقبتي عيله عايشة على الملاليم اللي بلمها من غبار الشوارع. صدقني احنا مش مقسومين لبعض، واللي حصل الليله دي أمارة تسد عين الشمس. فوتك بعافية. جاهزة؟ جاهزة يا جدي. يا ليل الهوى رحت الطبيب معلوم، وصف الطبيب الدواء
لكن الدواء ما ينفعش. يا لليالي يا لليالي. قول لك افتحي لحسن. انت يا حبيبي انت عايز سهام شقيان طول النهار. على اذنك يا معلم. بابا الحقني. ايه في ايه؟ سهام قاعده بتتكلم مع راجل في اوضتها. يا كلام فارغ الدور ده. انا مش عارف اما بتتكلم مع راجل اما بقى بتتكلم نفسها. ايه ابعد ابعد تعالى ورايا. يلا يا حبيبتي بالسلامة. اركب انت المعدية واسبقيني على العزبة وانا ان شاء الله اودي التروسيكل واجيلك على طول. ماشي يا جدي تشكر. معلش تعبتك معايا. تعبتيني؟ ده انت صحبتك هنا. ما شفتيش انت الرجالة كلهم لما شافوك جنب مني على الموتوسيكل قالوا ايه؟
كانوا بيقولوا مين القمر اللي قاعدة جنب الراجل المكحكح ده. مكحكح فاشر ده انت عسل. الله يحظك يا جدي، بترفع من معنوياتي، ربنا يحلي الدنيا في عينيك. يلا يا بنتي يلا بالسلامة انت، ونامي كويس، وعايزك تاكلي كده طبقين رز مع الملايكة. فوتك بعافية. الله يعافيك يا حبيبتي، مع السلامة، مع ألف سلامة. يا لهوي كليه الصيغة بتاعت لوزة وقعت، لا حول ولا قوة إلا بالله. روح فين دلوقتي بس يا ربي؟ روح فين؟ استني يعني ارجع لها لما اروح. اروح فين بس يا رب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الخبط اللي انا سمعته ده؟ وانتوا صحيين لحد دلوقتي ليه؟ حضرتك لسه فاكره يا ماما؟ انا كنت نايمه سمعت زيطة. اصله كان فيلم، بس كان فيلم جامد شويه. فيلم؟ فيلم ايه؟ ما تتكلموا. ده فيلم جديد سامح كان بيفرجنا عليه في اللابتوب علشان هيناقش الطلبه بتوعه في الجامعه. ما تروحي انت تنامي. وطبعا اسفين لازعاج حضرتك يعني. اقنعت بنتك؟ كلمتها ولا لا؟ ابن اختي مأجل سفره اسبوع عشان ياخدها معاه، وانا شايفه ان جوازها ده هيريحني من عمايلها دي من ساعه ما اتخرجت وهي بترازي فيا، وانتوا كل واحد مشغول في جامعته وابحاثه. يا ماما جواز ايه بس وبتاع ايه؟ انت مش شايفه حالتها عامله ازاي؟ استنى سامح. حاضر يا ستي، انا هقعد معاها وهقنعها بوجهه نظرك. انا حاسه ان انت بتقول حاجه وجواك حاجه تاني، بس يعني كلامك جاي على هوايا. اما نشوف. بنويه بنويه، على فكره قبل ما انسى، جوز اختي عزيز كلمك كذا مره على الموبايل وانت ما ردتش عليه، كلمه شوفه عايز ايه. ان شاء الله. انت رجعت تسهر تاني يا عزيز؟ وطبعا ايدك رجعت البوكر مضيع فلوس على القمار. تخرسي خالص، لا صوتك ولا نفسك عايز اسمعه. لا مش هخرس يا عزيز. ايوه مش هخرس. ومن الليلادي لازم كل واحد يعرف حدوده وكل فلوسي ترجع لي. بطلي بطلي بقى النزناز بتاعك ده بتاع كل يوم، والا انا هسيب لك البيت. سيبه. ايوه سيبه، انا ما عدتش طايقك كده. طيب انا مش. لا لا يا عزيز لو سمحت ما تسيبنيش. انا اسف ما تسيبنيش. اسف ايه يا شيخه روحي كده خنقتيني. انت بتعيطي يا مامي؟ عامل فيكي ايه؟ انا كنت سامعه بيزعق. مفيش يا تامر، خش انت حبيبي نام عشان ميعاد نومك فات. مامي انت واثقه ان سامح هتتجوزني خلال الاسبوع اللي انا قاعده؟ يا ابني هي شروت وعدتني. بس هي ليه بتبقى كويسه معايا وبعد شويه الاقيها زي ما تكون بني ادمه تانيه؟ انا بحبها جدا بس بخاف منها قوي لما بتتعصب. انا بحبش الست العصبيه. ما هو من خيبتك انت لازم تبذل كل جهدك وتخشني كده وتسيطر على سهاب. اخشن؟ اخشني يعني ايه يا مامي؟ يعني تبقى قدامها راجل. ما انا الحق علي، دلعتك عشان كنت الوحيد، بس ما اعرفش ان دلع ليك هيخليك كده. يا ابني يا ابني سهام هي امالنا عشان امها كاتبه باسمها نص ثروتها، وثروتها دلوقتي تتقدر بالملايين، والملايين دي لازم تبقى في عبنا بعد جوازكم. فاهم ولا لا؟ اوكي يا مامي انا تحت امرك، بس ما تعصبيش. انا بحبش العصبيه ولا الست العصبيه. هو كله من اللي اسمه تامر ده، هو اللي عمل لها ديبريشن في حياتها ومعصبها. البنت مش طايقاه وماما مصممه عليه برضه. انت عارف بابا، لو بابا انت سيبني بكلم نفسي وقاعد بتقرا في كتاب. انا مرعوب على سهام فعلا. ما هي الموسوعة دي اللي هتفهمنا ايه اللي حصل لها. دي موسوعة الطب النفسي مش كده؟ ايوه ايوه، بس حالة سهام دي عايزة طبيب نفسي متخصص، وحضرتك عالم اجتماعي سياسي. وانا من ضمن اهتماماتي وشغلي الطب النفسي. وبعدين انت الان ليه؟
وانا هبخل على بنتي اني اجيب لها اكبر دكتور يعالجها. انا بس عايز افهم. والله يا ريت حضرتك تفهم عشان تفهمني انا كمان. شروق، ايه اللي رجعك دلوقتي؟ يقطعني يا بهية، قلقت انا منك معلش. بس الكوليه الذهب اللي كنت لابساه وقع مني، وانتي بتروقي يعني ما شفتيهوش هنا ولا هنا؟ كوليه ايه اللي انتي بتقولي عليه ده؟ بتنتي اوعي تكوني صدقتي نفسك صحيح عشان الهنم الصغيره بتعطف عليكي هي واخوها. اجري يا شاطره شوفي مين بقى كنت معاه وعلقوا منك. الله لا يسيئك يا بهي، الله لا يسيئك. دوري هنا ولا هنا، انا ما روحتش اي حته غير عندكم. في ايه يا بهي؟ اهي بلاوي وبتتحدف علينا يا ست هاني. الشروق بتقول قال ايه وقع منها ذهب هنا. انا اسفه الازعاج يا ست هاني، معلش ان انا جيت في وقت متاخر زي ده، بس والله العظيم ثلاثه هو ده اللي حصل. ايه ده؟ ايه حاجتك دي؟ ذهب يا بنتي؟ هو انت وشي ذهب؟ اتفضلي من غير ما ترد. وصليها بقى هي وقفلي الباب وراها. فاضلي كام ساعه واصحى الوزاره، عايزه انام. يلا يلا يا حلوه، تنعت يا قطه. بالسلامه. أختك في الغالب مريضة بمرض اسمه مالتي بيرسوناليتي. مالتي بيرسوناليتي تعدد الشخصيات، يبقى بقى عندها انفصام في الشخصية زي ما بيقولوا. لا، انفصام الشخصية حاجة والتعدد في الشخصية حاجة تانية. انفصام الشخصية ده معناه انقسام الفكرة عن الوجدان أو وجود اتجاهات مختلفة في الأنا. إنما تعدد الشخصية فالمريض على حسب الموسوعة ما بتقول بيعيش شخصيات مختلفة على فترات، والشخصيات دي بتبقى مش عارفة بعضها. شخصيات مختلفة يعني ممكن تعيش شخصية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وممكن شخصية تبقى أقوى من بقية الشخصيات وتغلبها كده. فسرت حاجات كتير ما كنتش فاهمها، بس ليه يعني؟ نعرف إن الواحد يجيله مرض نفسي لما يتعرض لظروف أسرية أو بيئية، لكن سهام زي الفل، عايشة في بيت كويس، الأب والأم موجودين، في أمان يعني. يكونش الفترة اللي حضرتك سافرت فيها يكون حصل خلل في شخصيتها؟ والله مش عارف يا سامح. على العموم بكره اروح للدكتور صلاح المصلحي يتابع حالتها. بس المشكله بقى انك تقنعها انها تروح للدكتور اصلا. المشكله الاكبر انك تقنع والدتك ان اختك مريضه وتسيبها بقى من حكايه الجوازه دي. والدتي شكلنا كده داخلين على حرب. معركتي مع اللي ما يتسمى ده طولت قوي يا ابو ورقه. اسمه ايه اللي ما يتسمى ده؟ الفقر. الفقر يا معلم هو العدو الاول ليا. لا، مش العدو الاول ليك لوحدك، ده ليا انا كمان. ليا انا ايه؟ لل 70 مليون مواطن. 70 ايه؟ ده احنا 85 مليون مواطن. 85 ايه؟ ده انا كل ما اقعد اكلمك كده يزلط يجي 5 4 6 في دقيقه. المشكله ان كل الاسلحه ما بتجيبش معاه نتيجه. الواحد بيطلع روحه في شغلانه الزباله ديت وبيشيل قرف الناس كل ليله. ده انا مش عارف احوش ثمن التذكره لامريكا. رمزي حبيبي صاحبي، انت فعلا ناوي تهاجر امريكا؟ انت فعلا ناوي؟ ده حلم عمري يا ابو ورقه. انت عارف الواد جورج صاب الزبال ده اللي دخلني الشغلانه الهباب دي؟ سافر لاخواله هناك وفي خلال سنه لقى عنده مطعم كبير وفيلا كبيره ببسين. وايه يابا؟ ايه متجوز حته دين امريكانيه؟ بعتلي صورتها. قشطه بالعسل. يا نهار اسود. يا نهار اسود ايه؟ قشطه بالعسل ايه؟ ده قشطه بالهبل، ده سمنه بلدي. انت تقصد مين؟ بص هناك يا حمار. ايه ده؟ ده مش صاروخ عادي، ده نووي. مين دي يا ابو ورق؟ مش عارف. تكونش راسنا تقلت ومتهيأ لنا؟ بس مين اللي هيعدي العزبه في الليله الغطيس دي؟ لا، دي اكيد واحده جايه زياره للعزبه ومحتاجه دليل، وانا اكبر دليل. يا عم استنى، لا تكون عرفت النيل. استا يا عسل. ايه العسل؟ ايه العسل اللي بينقط منك ده؟ جرى يا ابو ورقه؟ مش هتبطل الخبط بتاع كل ليله؟ الحق يا رمزي، الجنيه اللي جايه من قاع البحر عارفه اسمي. شكلها مش غريب عليا. انت منين يا نووي؟ جرى انت وهو، اذا ما وعدتوش من سكتي وديني اللي رباعكم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللغه دي؟ رمزي تربعنا. البنت دي من العزبه. بس العزبه ما فيهاش الصنف ده. لا، ما هو ده صنف مستورد من الخارج. تلاقي برنس كوانا هو اللي جايبها. بقول لك ايه، في مثل بيقول لك
السهر اللي مالكش فيه ما تعدش ايامه. الحمد لله على السلامه يا دنايا، قلقتيني عليك. ايه يا مال منيمك هنا؟ ما نمتيش في فرشتك ليه؟ يا اختي وانا يجي لي نوم قبل ما قبل ايه ده؟ الحلاوه دي يا بت؟ ما شاء الله تبارك الخلاق، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه؟ ولا سناير يا بت اللي بنشوفهم في الصور. يا الفلوس كفت تجيب الشنطه والجزمه والشراب وتروحي كمان للمزين. والنبي يما انت زي العسل. الفلوس ما كفتش غير ان انا اجيب الصندل دوت. والبت بطه جاره لوزه هي اللي زوقتني. ما شاء الله يا حبيبتي، عقبال ما اشوفك كده متزوقه ليله تعاد لك يا رب. يلا يا دناي خشي نامي بقى في فرشتك، اخوكي هج وطفش وسابنا، والبت شربات من ايامها جنبي جوه، عشان الصبح ان شاء الله هاخدها واديها الابلة لنصر، هشغلها في البيت عندها. مقطعها قلبي قوي يا دناي، بس هعمل ايه؟ قبل يد حيله. ابن حق بنت لوزه سالت عليكي مرتين. دلوقتي مالك يا بنت اتخضيتي كده ليه لما قلت لك اسمها؟ لا ابدا، اصل كنت لازم اعدي عليها. يا اختي الدنيا حطيري بعدي عليها بكره. خشي دلوقتي يا دنيا ريحي جدتك. اما نعم مالك يا دنيا؟ راجعه مش مبسوطه، في حاجه مزعلاكي؟ انا بحسك. حصل ايه؟ حصل اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر. واحدة صاحبة أمل صاحبتي كانت موجودة في الحفلة ونزلت تريقة عليا وعلى وقوفي في الشوارع وباع الفل. وسكت لها؟ أيوة ياما سكت لها، وهو ده اللي غيظني. كان نفسي أجيبها من شعرها وأحطها تحت رجلي وأكلها بسنان، بس كنت عند الناس في البيت، هو ده اللي قهر. الشر عليك يا دنمت من القهر. هي وعدت تقهري أبدا يا حبيبتي، بكرة ربنا يعدلها ولا يهمك. شفتي حظي يا امه؟ شفتي نصيبي الاسود؟ ما هو نصيبك وحظك من نصيب امك. قال الخيبه النيني النيني تقول لبنت ضحى تعالي وكسيني واشتريني. خشي نامي وريحي جدتك يا دمعي، تصبحي على خير. هعمل معاكي ايه بس دلوقتي يا لوز؟ يا رب. على فكره الحفلة كانت تجنن عمورة. طبعا، ما انت شفت حبيبة القلب. صحيح يا ماما، كانت هي بتقول ان شروق رجعت بالليل بعد ما كلنا نمنا وبتسأل على حاجة ضاعت منها. ما تعرفيش ايه اللي وقع منها؟ عمل قال ايه؟ بتقول ضاع منها ذهب. هي دي وش ذهب؟ ذهب؟ صح يا ماما. لا انا فعلا شفت في صدرها كلية ذهب. اصل يعني مش معقول يعني هتيجي وتسأل على حاجة ما ضاعتش منها. بصراحة انا شايف ان دي في وشنا، وبقول يعني انك لازم تقولي البهية ترجع تدور تاني كويس. امل، فين ختمك الالماظ اللي بابا جابه لك عيد ميلادك؟ صحيح، مش لابسه ليه؟ اخص عليك يا اموله، كده برضو تهملي في هديتي. انا كنت لابساه ونايمه بيه. اكيد قلعتيه في الحمام، ما تجري تشوفيه. حاضر هروح اشوف. ياه انا اتاخرت على الكليه قوي، يا دوبك اطير. يلا. بتطمنيني يا اموله بالموبايل؟ سلام يا ماما. سلام يا بابا. مع السلامه يا حبيبي. حضرة جناب وكيل الوزارة، ممكن بس فنجان شاي؟ أنا أصلي بحب الشاي قوي. هو أبويا ما بيتش في البيت ياما؟ يا أختي أحسن بركة، الليلة اللي بيبات فيها في البيت بتبقى نكد، بيبات بره البيت بيبقى عيد، تلاقيه بتلقح في غرزة بديعة ولا حاجة. يلا خلصي أكل، عايزين نلحق الست النظرة. ملكة شروق، من ساعة ما صحيتي يا بنتي من النوم وأنت واكلة سد الحنك. انا ما نمتش اصلا يا ام. ليه يا بنتي حبيبتي كفالة الشر؟ لسه برضو مشغوله باللي حصل ليله امبارح؟ حصل ايه يا شروق؟ قولي لي، انا كبرت ورايحه اشتغل خدامه عند ابله النصر، وهيبقى لي مهيه زيكم. ما حصلش حاجه يا حبيبتي، انا قايمه اسخن شويه ميه واستحمى. حبيبتي لو ما لقيتيش البابور فيه جاز اندهي على الموال، قولي له يجيب لك ربع صفيحه. وانت يا حبيبتي خلصي اكلك عشان نلحق نروح للست الناصر. كلي يا دنار، كلي يا قلبو. مش لاقياه؟ يعني ايه مش لاقياه؟ ده عموله، ده مكلفني 10,000 جنيه، اقلبوا البيت. قلبناه يا عفة شبر شبر، مفيش فايده. بس انا عرفت مين اللي خده. مين اللي خده؟ اتكلمي انطقي. البنت صاحبتها بتاعت العزبه، هي اللي خدته. وعملت لنا الفيلم بتاع الذهب اللي ضاع عشان تغطي على الموضوع. عفة بلغ البوليس. لا يا ماما،
لا يا بابا، شروق مش هي اللي سرقت. انت تخلصي خالص وتسيبينا نتصرف. انا لا عمري سرحت لوجودها ولا لصداقتها ليها. يا بنتي دي بنت بيئه. ايوه انا فعلا هبلغ البوليس، هكلم العميد رمزي هقول له ان انا سرقت. والله العظيم حرام، حرام عليكم كده، مش هي. الو، ممكن اكلم العميد رمزي؟ انت؟ ايوه يا رمزي، انا عارفك. الحقني يا رمزي، انا اتسرقت. مينا؟ لسه جاب المديريه واخد دش من مدير الاداره مسويني قفل القضيه وبعتها النيابه. ايوه يا باشا، بس النيابه طلبت استكمال التحريات. البنت شامه لسه في المستشفى؟ ايوه يا باشا، واضح انها كانت حاجه مسمومه، ولولا غسيل المعده كان زمانها ماتت. المهم خليها تحت الحراسه وحاول معاها مره تانية، يمكن لما تفوق تقول حاجه تفيدنا. حاضر يا باشا، هستجوب انا المره دي.